امبارح ألقى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة أمام الدورة العادية الـ 32 لقمة مجلس جامعة الدول العربية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. قال الرئيس في كلمته أن منطقتنا مرت خلال السنوات الأخيرة بظروف استثنائية قاسية هددت على نحو غير مسبوق أمن وسلامة شعوبنا العربية، وأثارت في نفوس ملايين العرب القلق الشديد على الحاضر ومن المستقبل. السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أتوجه بالشكر لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود رئيس مجلس الوزراء على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. كما أود أن أعرب عن خالص التقدير للجهود المخلصة التي بذلها أخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في سبيل دعم العمل العربي المشترك خلال ترأس الجزائر للقمة العربية. الإخوة الأعزاء، لقد مرت منطقتنا خلال السنوات الأخيرة بظروف استثنائية قاسية هددت على نحو غير مسبوق أمن وسلامة شعوبنا العربية، وأثارت في نفوس ملايين العرب القلق الشديد على الحاضر والمستقبل. لقد تأكد لكل ذي بصيرة أن الحفاظ على الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها فرض عين وضرورة حياة لمستقبل الشعوب ومقدراتها، فلا يستقيم أبداً أن تظل أمال شعوبنا رهينة للفوضى والتدخلات الخارجية التي تفاقم من الاضطرابات وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود. إن الاعتماد على جهودنا المشتركة وقدراتنا الذاتية والتكامل فيما بيننا لصياغة حلول حاسمة لقضايانا أصبح واجباً ومسؤولية، كما أن تطبيق مفهوم العمل العربي المشترك يتعين أن يمتد أيضاً للتعامل مع الأزمات العالمية، وفي القلب منها مؤسسات التمويل وبنوك التنمية الدولية التي ينبغي أن تكون أكثر استجابة لتحديات العالم النامي، أخذاً في الاعتبار أن حالة الاستقطاب الدولي أصبحت تهدد منظومة العولمة التي كان العالم يحتفي بها وتستدعي للواجهة صراعاً لفرض الإيرادات وتكريس المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، لقد تابعنا بالحزن والألم تصاعد حدة بعض الأزمات العربية خلال الفترة الماضية، لا سيما ما ينتج عن أعمال التصعيد غير المسؤولة من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وآخرها ما شهده قطاع غزة. وبينما تؤكد مصر استمرار جهودها لتثبيت التهدئة، إلا أننا نحذر من أن استمرار إدارة الصراع عسكرياً وأمنياً سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء. ولعله من الملائم أن نعيد اليوم تأكيد تمسكنا بالخيار الاستراتيجي بتحقيق السلام الشامل والعادل من خلال مبادرة السلام العربية وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. واشتعلت كذلك أزمة جديدة في السودان الشقيق تنذر إذا لم نتعاون في احتوائها بصراع طويل وتبعات كارثية على السودان والمنطقة. كما تستمر الأزمات في ليبيا واليمن، بينما بما يفرض تفعيل التحرك العربي المشترك لتسوية تلك القضايا على نحو أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. وفي نفس السياق، فإن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تعد بمثابة التفعيل العملي للدور العربي وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية استناداً إلى المرجعات الدولية للحل وقرار مجلس الأمن رقم 2254. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، مع إدراكنا أن الأمن القومي العربي هو كل لا يتجزأ، فقد حان الوقت لأخذ زمام المبادرة للحفاظ عليه، بما في ذلك من خلال الخطوات المهمة التي بادرت بها دولنا في الفترة الماضية لضبط إيقاع العلاقات مع الأطراف الإقليمية غير العربية التي نتطلع منها لخطوات مماثلة وصادقة بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. ختاماً، أؤكد أن مصر بما عهدتموه عنها على الدوام ستدعم بكل صدق والإخلاص جميع الجهود الحقيقية لتفعيل الدور العربي، إيماناً منها بأن المقاربات العربية المشتركة هي الوسيلة المثلى لمراعاة مصالحنا وتوفير الحماية الجماعية لشعوبنا ودفع مسيرة التنمية خطوات كبيرة للأمام.
شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا وعلى هامش الأحداث اللي حصلت امبارح في القمة العربية، كان في عدد من اللقاءات للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منها لقاءه بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمدينة جدة، كمان لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي. كمان من ضمن اللقاءات اللي جمعت سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدد من القادة والرؤساء، كان في لقاء مهم جدا برئيس التونسي قيس سعيد، وأيضا التقت الصورة التذكارية مع القادة العرب، وأخبار تانية كتير هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة حصلت امبارح، أبرزها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في جدة مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية. الأمير محمد بن سلمان رحب بالرئيس وأعرب عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعب، وأشاد بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة، مؤكداً تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات. من جانبه أعرب الرئيس عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأكد سيادته اعتزاز مصر بالروابط التاريخية اللي بتجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتقدم الرئيس بالتهنئة لسمو ولي العهد على تولي السعودية رئاسة القمة العربية في دورتها 32، معرباً عن تمنيات مصر وثقتها في نجاح السعودية في تعزيز العمل العربي المشترك خلال الفترة المقبلة. وتطرق اللقاء لسبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين. أيضاً امبارح التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني. الرئيس أكد الاعتزاز بخصوصية العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، معرباً عن خالص التمنيات بالنجاح في إدارة عمل الحكومة اللبنانية خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخ لبنان بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني في تحقيق المزيد من التقدم والأمن والاستقرار ويساعد على تخطي الأزمات اللي بتواجه لبنان مع إجراء الإصلاحات اللازمة لتجاوز المرحلة الدقيقة الراهنة، وأكد أهمية إعلاء المصالح العليا للشعب اللبناني. وتناول اللقاء كذلك سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا العربية. كمان امبارح التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية على هامش مشاركة سيادته في القمة العربية بجدة. الرئيس أعرب عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية اللي بتجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، متمنياً كل التوفيق والنجاح لتونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد خلال هذا المنعطف الهام من تاريخ الشعب التونسي، ومؤكداً تطلع مصر لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى إطار مستدام من التكامل الاقتصادي والتعاون الاستراتيجي، مع دعم مصر لكافة الجهود الجارية لمواصلة مسيرة التنمية والإصلاح بتونس. وتناول اللقاء أيضاً تبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع في السودان وليبيا، وتوافق الرئيسان على تكثيف التنسيق والتشاور في هذا الصدد بهدف دفع جهود تسوية الأزمات القائمة واستعادة الأمن والاستقرار لصالح الشعوب العربية. امبارح التقت القادة والزعماء العرب المشاركين في القمة العربية في دورتها 32 صورة تذكارية قبيل انطلاق أعمال القمة الرسمية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي. امبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير شمل انفوغرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 13 حتى 19 مايو، وتضمن الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة للأنشطة اللي قام بها. أما بالنسبة للأخبار اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، فعندنا مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة، أبرزها ختام فعاليات الملتقى الثقافي 11 لشباب المحافظات الحدودية في مدينة العريش، وأيضا تشغيل وحدة طب أسرة الظافر وأبو ميلاد في براني تجريبيا في محافظة مطروح. أيضا شاذلي معانا مطار مرسى علم بيستقبل 118 رحلة طيران دولية من 10 مطارات لدول أوروبية خلال أسبوع، أيضا تنفيذ 97.5% من محطة رافع القصبي ضمن مبادرة حياة كريمة بالشرقية.
محافظات مصر شهدت مجموعة كبيرة من الأحداث والأخبار، أبرزها ختام فعاليات الملتقى الثقافي 11 لشباب المحافظات الحدودية أهل مصر في قصر ثقافة العريش، واللي أقيم في محافظة شمال سيناء بمشاركة 100 شاب وفتاة من أبناء المحافظات الحدودية بمحافظات مطروح والوادي الجديد وأسوان ومن الشلاتين وحلايب وأبو رماد في محافظة البحر الأحمر ومحافظات شمال وجنوب سيناء وشباب من محافظة القاهرة. كمان أعلنت مديرية الصحة في محافظة مطروح بدء التشغيل التجريبي لوحدة طب أسرة الظافر وأبو ميلاد بإدارة براني الصحية غرب مطروح ضمن منشآت خدمات الرعاية الصحية الأولية للتيسير على المواطنين للحصول على الخدمات الصحية بدون عناء أو مشقة. بيستعد مطار مرسى علم الدولي وفنادق المدينة الساحلية لاستقبال 118 رحلة طيران دولية جاية من المطارات الأوروبية وعلى متنها 33 ألف سائح بداية من النهاردة والحد يوم الجمعة اللي جاية حسب جدول التشغيل لرحلات الطيران المعلنة في مطار مرسى علم الدولي وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة. شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الشرقية أعلنت أنه جاري إنهاء الأعمال الأخيرة لمحطة رافع الصرف الصحي لقرية القصبي غرب التابعة لصان الحجر، وده ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لقرى مركز ومدينة الحسينية. وصلت نسبة تنفيذ المحطة ل 97.5% ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الفترة اللي جاية. بتستعد محافظة الإسماعيلية لتدشين أولى جلسات الحوار المجتمعي تحت عنوان يوم للناس لمناقشة كل ما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل وتطويرها لصالح المواطنين، وده بمشاركة جميع التنفيذيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وجامعة قناة السويس وممثلين عن أطياف المجتمع المدني بغرض انعقاد أول حوار مجتمعي لصالح تطوير الخدمة الصحية يوم الأربعاء اللي جاي. مديرية الصحة في محافظة المنيا أكدت أنه تم تنفيذ فعاليات قافلة طبية بقرية الأمل التابعة لمركز المنيا، وتم توقيع الكشف الطبي على 1808 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان وتحويل الحالات اللي محتاجة تكمل علاجها للمستشفيات، وشملت مختلف التخصصات بالإضافة لعمل ندوات تثقيف صحي وتم استخدام 9 عيادات متنقلة. الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع محافظة الأقصر أعلنت عن بدء العمل في المبادرة الخاصة بالفحص الطبي لطلاب المدارس استعداداً للعام الدراسي اللي جاي، وده للطلاب المقبلين على الصف الأول الابتدائي ومرحلة أولى حضانة أو KG1. أما بالنسبة للمراحل التعليمية الأخرى فهيتم الإعلان عن مواعيدها تباعاً.